بونجور، بيانفيني سور ما شان برينسا كيتشان. اليوم راح نديرو لي كوكيز. نسحقو 300 غرام دو فارين، 60 غرام دو سكر، تقدرو ديرو 100 غرام الى حبيتو بلو سكري، 2 اوف، ان ساشي دو ليفور شيميك تاع 10 غرام، اون بانسي دو سيل، 100 غرام دو بور رامولي et 200 g de chocolat. Hna درت un mélange de chocolat noir et chocolat au lait. نفقصو البيض dans un bol ونخلطوه مع لو سكر و لو بور. لو بور لازم يكون طري. فارينا نزيدوها en deux parties ونخلطو بلا فوي تاع لو روبو. قطعو الشوكولا en petits morceaux. زيدو الشوكولا مع لوتر ميلانج ونخلطو خلطة خفيفة جوست باش لو شوكولا يلصق مع لاباط. نحطو لي كوكيز آلات دو دو كويير. دهنو لو بلاطو بشوية بور وزيدو له فارينة باش ما يلصقوش لي كوكيز كي يطيبو. سقمو لي كوكيز بيديكم وبلاطوهم غير شوية باش يجونا بيان رون. طيبوا لي كوكيز على 150 دغري 7 مينوت. عسوهم باش ما يتحرقوا لكمش. اي فوالا، لحقنا لا فان تاع لا ريسيت. سيوها وردوا لي الاخبار. ما تنساوش ديروا لي ام تي لايك لا فيديو اذا عجبتكم، ونتلاقاو دون اون اوتر ريسيت. ان اتوندون تهلاو في روحكم.